ازاي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة، اهلا بكم. ومادة العلوم للصف الثالث الاعدادي النهاردة هنشتغل مع بعض درس جديد يخص الضوء. هندرس مع بعض العدسات. يعني ايه عدسة؟ العدسة زي ما احنا شايفين هي عبارة عن وسط شفاف بيكون كاسر للضوء، يبقى اللي بيخصني هنا في العدسات بعكس المراية. المرة اللي فاتت احنا اشتغلنا مع بعض المرايات وعرفنا ان المرايات بتعكس الضوء، لكن العدسات بما انها وسط شفاف فالضوء بينفذ منها لكن على هيئة على حالة كسر للضوء. تعالوا ناخد مع بعض العدسات اللي احنا نشتغلها. هنشتغل مع بعض العدسة اللي هي او بنقول عليها عدسة محدبة وبنقول عليها لما لانها بتجمع الضوء. العدسة التانية عدسة مكررة ودي بتفرق الضوء عشان كده سميناها عدسة مفرقة. يبقى العدسة المحدبة دي عدسة بتكون رفيعة من الطرفين سميكة من الوسط، لما الضوء بيسقط من عليها بتبتدي بينفذ منكسرا بتجمع في نقطة، بعكس العدسة المكررة. العدسة المكررة سميكة من الأطراف رفيعة من المنتصف، الضوء لما بيسقط عليها بينفذ منكسرا لكن بيتفرق الضوء. هنبتدي نشتغل مع بعض المفاهيم الخاصة بالعدسات عشان نقدر ندرس العدسات كويس. أول حاجة مركز تكور وجه العدسة. العدسة عندي عبارة عن جزء من كرة وجه بتاعها، فبالتالي عشان أعرف مركز تكور وجه العدسة بنقول عليها مركز تكور الكرة التي يعتبر هذا الوجه جزء منها. التعريف الثاني نص قطر تكور وجه العدسة، بما انه جزء من كرة فبالتالي يبقى ليه نصف قطر. يبقى لما اجي اعرف نصف قطر تكور وجه العدسة بقول عليه نص قطر الكرة التي يعتبر هذا الوجه جزء منها. التعريف الثالث المحور الاصلي، وده نحتاجه كتير في شغلنا. المحور الاصلي ده عبارة عن المستقيم اللي هيمر بمركز التكار بتاع الوجهين، يعني هيبقى واصل بين مركزي التكار بتاع الوجهين وهيكون مر في النص على حاجة اسمها المركز البصري. طبعا ايه مركز بصري؟ المركز البصري دي عبارة عن نقطة عليه بتكون في باطن العدسة، دي بتقع على المحور الاصلي للعدسة بتاعتي في المنتصف بالظبط. هنشتغل بعد كده على تعريف مهم جدا، البؤرة الأصلية. يعني ايه بؤرة أصلية؟ دي النقطة اللي بتتجمع فيها الأشعة المنكسرة أو امتدادات الأشعة، لما الأشعة دي تسقط متوازية وموازية للمحور الأصلي للعدسة. يعني عندي أشعة متوازية سقطت عندي على عدسة محدبة مثلا، فعليا أن الأشعة دي بتتجمع بعد انكسارها، نقطة تجمعها دي بنسميها بؤرة. طب عايزين نعين البؤرة بالعدسة المحدبة، نعمل تجربة ليها. تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة الأدوات اللي هنستخدمها. هنلاقي إن إحنا هنستخدم عدسة محدبة، هستخدم حائل أستقبل عليه، هستخدم حائل اللي واقف عليه العدسة، ومصدر للضوء عشان يسقط عليها أشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي، والمصدر ده ممكن يكون أشعة الشمس. لما عرفنا الأشعة جاءت في نقطة استنتجنا مع بعض إن تنفذ الأشعة على العدسة المحدبة متجمعة في نقطة واحدة، النقطة دي سميناها بؤرة العدسة. تعالوا نشوف تكون الصورة بالعدسة المحدبة. إحنا خدنا قبل كده مع بعض إن عندي شوية سقط موازي هينكسر مر البؤرة، ولو سقط مر بمركز البصري الشعاع ده بينفذ دون ما يعاني أي انكسار. طيب هنبتدي ناخد الحالات. لو انا عندي الجسم موضوع على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، هنا البعد البؤري، هنا ضعف البعد البؤري، اكبر من ضعف البعد البؤري حطينا الجسم. تتبعنا مسار الاشعه، خدنا شعاع موازي هينكسر مر بالبؤره، خدناه مر بمركز البصري ينفذ دون ان يعاني اي انكسار، اتكونت صوره للجسم. الصوره دي حقيقيه مقلبه مصغره بتقع بين ده وبين او بين البعد البؤري وضعف البعد البؤري. الحاله الثانيه لو كان الجسم موضوع على ما
البعد يساوي ضعف البعد البوري. هناخد شعر مغزي هينكسر مرض البور. طب الشعر التاني هناخده هنا عبر المركز البصري ينفذ ضوء نهائي انكسار. هنلاقي ان الشعاع بتاعي اتجمع في نقطه، لو جيت ارسم الجسم بتاعي هلاقي ان هو اتكون لي حلقين، وتبقى الصوره المحليه مقلوبه مصوره على الجسم. الحاله الثالثه لو الجسم بتاعي موضوع عضلات اكبر من البعد البوري واصغر من ضعف البعد البوري، هناخد نفس مسار الاشعه، هاخد مغازي يمر بالبقره، شعر تنهار بمركز البصر ينفذ ضوء نهائي انكسار، هتتكون لي صوره مقلوبه حقيقيه مكبره تقع بعدين، يعني تقع على بعد اكبر من ضعف البعد البوري. طيب لو انا الجسم عندي كان محطوط على بعد اقرب على البعد البوري، هاخد شعر مغازي انكسر على البقره، الشعر بتاعي هاخده هيعرض مركز البصر ينفذ ضوء نهائي انكسار. هلاقي ان الشعاع مش هيجرى لي في نقطه، لكن لو انا رسمت امتدادات للاشعه المنكسره هلاقي ان هي بتتكون لي صوره معتدله تقديريه مكبره في نفس جهه الجسم. طبعا حبيت احط الجسم عند البقره هلاقي ان هي ما بتتكونش صوره، لان الاشعه عندي هتخرج كلها متوازيه وبالتالي مش هتتجمع في نقطه. المقعره احنا كل شغلنا ده كان بيتم على العدسه المحدده. العدسه المقعره يا ترى ليها نصيب من علاجنا السنه دي؟ تعالوا ناخد مع بعض العدسه المقعره. لقيت ان انا لو حطيت عندي جسم في اي موضع وخدت شعاع مغزي هينكسر مبتعدا او هيتفرق او هيتشتت، لكن امتداده هيمر بالبقر. ولو خدت شعاع مر بالمركز البصري هينفذ ضوء نهائي انكسار، هلاقي ان هي هتتكون لي هنا صوره بالعدسه المقعره دائما. ونخلي بالنا انها مش هتتغير مهما كان مكان الجسم، بتكون تقديريه، بتكون معتدله، بتكون مصغره. طب ندرس العدسات ليه؟ لان ان العدسات ليها استخدامات في علاج عيب الابصار اللي هي النظاره اللي احنا بنستخدمها. طب تعالوا ندرس مع بعض اول من عيوب الابصار. هندرس حاله اسمها كسر النظر. يعني ايه كسر نظر؟ ده عباره عن عيب بصري بتصاب بالعين، فبيخلي المصاب بيؤدي لرؤيه الاجسام القريبه بوضوح والبعيده مشوهه. يشوف الاجسام القريبه واضحه جدا لكن البعيده مشوهه. طب ايه سببها؟ سببها ان عندي الصوره بتتكون قبل الشبكيه. المفروض ان الاشعه لما بتسقط على العين ان الصوره بتاعتي تتكون على الشبكيه، لكن الانسان المصاب بكسر النظر بتتكون قبل الشبكيه او امام الشبكيه. يبقى انا عندي اسباب. طب ايه الاسباب اللي سببت في الورط ده؟ اول حاجه زياده قطر كره العين. كره العين دي كبير، القطر بتاعها كبير، فبالتالي ما عرفتش تتجمع عنده الاشعه، او يعني عدسه العين التحدب بتاعها هو الكبير فجمعت الاشعه بدري بدري وما وصلتش للشبكيه. طيب عايزين نعالجها وعايزين نصحح كسر النظر، نعالجه ازاي؟ ان انا بستخدم عدسه مقعره. طب اشمعنى عدسه مقعره؟ لان هي اللي هتفرق الاشعه فتخلي الاشعه توصل على الشبكيه فتستطيع العين رؤيتها. طب العيب التاني، العيب التاني او المرض التاني بنسميه طول النظر. ويعني ايه طول النظر؟ ده عكس قصر النظر. المصاب بطول النظر هيشوف الاشياء البعيده بوضوح لكن القريبه هي اللي مشوهه. طيب السبب، المره دي السبب ان الصوره بتتكون خلف الشبكيه. طيب ايه الاسباب اللي خلت الصوره عندي تتكون خلف الشبكيه؟ اول حاجه لما ان قطر كره العين صغير او تحدب العدسه هو اللي صغير. طيب دي عشان اعالجها اعملها تصحيح بستخدم لها عدسه محدبه. طب ايه فائده العدسه المحدبه؟ ان هي هتجمع الاشعه على الشبكيه. وبكده نكون اعزائي الطلبه خلصنا درسنا النهارده، يا ريت نراجعه كويس ونحل عليه كويس، واحنا باذن الله نتقابل مع بعض في الدرس القادم.